أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. في يناير من عام 2021 صنفت الولايات المتحدة الأمريكية صنفت رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبو فدك ضمن قوائم الإرهاب بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني وميليشيا كتائب حزب الله في العراق ومسؤوليته عن مقتل واختطاف متظاهرين وسيطرته على مؤسسات أمنية في العراق وجعلها تعمل لخدمة إيران. وقالت في حينها وزارة الخارجية الأمريكية بأن المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة ومدعومة من إيران، وتسعى كما قالت الخارجية الأمريكية إلى دعم أجندة طهران التي أسمتها بالخبيثة في المنطقة، وقد أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الأعمال الإرهابية في العراق. وحملت مجموعات مسلحة لافتات كتب عليها كلمة الخال، وهو الوصف الذي يطلقه المسلحون للكناية عن أبو فدك في بناية مرآة بالسنك بعد قيام عناصر مسلحة بقتل وإصابة متظاهرين في ساحة التحرير والسيطرة على بناية المرآب في نهاية عام 2019. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن المحمداوي عمل مع الحرس الثوري الإيراني لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة بعيدا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة ومحاربة تنظيم داعش وجعل تلك المؤسسات في خدمة الأنشطة الخبيثة لإيران كما سمتها، بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا. وقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لرئيس أركان ميليشيا الحشد أبو فدك المحمداوي وهو يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد بحجة زيارة المتضررين من الزلزال في خطوة عدها مراقبون ذريعة لزيارة الميليشيات في سوريا ولقاء الأسد بحجة مساعدة المتضررين من الزلزال. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. الله يحفظك على الواجب. الله يحفظك على الواجب. إن شاء الله عين الأسد يبقى سالم وإن شاء الله الأسد بعمر طويل. الله يحفظك. في ساتر واحد. معارك منطقة شرقية عنده قتل جناح حيمة لأنه. سيدي الرئيس. سيدي الرئيس حلب كانت منكوبة حلب. اليوم مالا منكوبة. اليوم بزيارتكم حلب مالا منكوبة. طبعا في أجندات هذه المجاميع ومنذ سنوات عديدة هي تكفر فكرة حزب البعث، ولكن كما يقول عراقيون ومراقبون بأن تعامل هذه الميليشيات يختلف في سوريا. دعمته في الحرب على الثوار في سوريا وعلى الشعب السوري وقتل مئات الآلاف، وقد شاركت هذه الميليشيات بالفعل في قتل السوريين. طبعا أثار مقطع مصور آخر للقيادي في الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي الملقب أبو فدك وهو يتحدث عن النساء السوريات كما قال ناشطون وقالت صحف، أثارت الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في وقت اعتبر مقربون من الحشد بأن الحادثة ليست سوى مزحة غير مقصودة. وظهر أبو فدك في فيديو قصير وهو يتحدث ويضحك مع ضابط سوري من داخل إحدى المدن المتضررة من الزلزال قبل أن يوجه له الكلام بالقول أي وحدة، يعني امرأة متأخرة أو فاتها القطار، يعني فاتها العمر أو كبيرة بالعمر، اعزلها إن، وأضاف بأنها تمشي عندنا. دعونا نتابع هذا المقطع.
دعونا نذهب إلى طبعا انتقد ناشطون ومستخدمون على تويتر كلام أبو فدك ورأوا فيه استفزازا لمشاعر السوريين وتلميحات لممارسة الجنس كما قالوا مع النساء المنكوبات من الزلزال، وأثار هذا الموضوع موجة غضب شعبية وانتقادات واسعة، ومنهم من اعترض أصلا على زيارة أبو فدك إلى سوريا وعدها لتجديد الولاء لبشار الأسد الذي دمر بسياساته وحروبه المدن السورية وقتل السوريين على يد الميليشيات. دعونا نتابع بعض التغريدات على تويتر حول هذا الموضوع. يقول الباحث العراقي شاهو القرداغي، يقول: هل أنتم ذاهبون إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال؟ يتساءل. أم لتجديد الولاء لبشار الأسد زعيم البعث السوري الذي دمر بسياساته أضعاف ما دمره الزلزال؟ إبراهيم يقول: أين عدم التدخل؟ والمجرم الإرهابي أبو فدك يسرح ويمرح مع المجرم رئيس الحرس الإيراني الإرهابي قاني في سوريا ويتفقد ميليشياته الإجرامية مستغلا الزلزال في إدخال الأسلحة القذرة كما سماها التي تقتل الشعب السوري. تغريدة أخرى من فيصل الشمري يقول: أفشل مشهد تمثيلي يقوم به أبو فدك في سوريا للمتاجرة واستعطاف الآخرين. يقول: لا ننسى بأنهم فعلوا بسوريا أكثر مما فعله الزلزال. يقول: هذا الشخص مدرج على قائمة الإرهاب وفصائله هجرت وقتلت أهالي جرف الصخر وجعلتها معسكرا إيرانيا ويهرب المخدرات ويسرق النفط ويسيطر على المنافذ. عبد الله هو الآخر غرد وقال: الإرهابي السفاح أبو فدك المحمداوي هو الزعيم الحقيقي لعصابات الحشد، يبحث عن اللواتي فاتهن القطار في حلب المنكوبة، يقول سافل يتشفى بكوارث البشر كما يقول عبد الله في تغريدته على تويتر. معنا اتصال أبو محمود من الموصل، أرحب بك. أو محمود من الموصل، أرحب بك أخي محمود، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. شلونكم؟ يا أهلا بك، يا أهلا بك، تفضل. نعم نعم محمود أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله اليوم 40 تريلة. نعم 40 تريلة اليوم طلعت عن طريق ربيعة ورجعوها دخلوها من طريق تركيا. قاعد مع المواطنين اليوم الموصل صار له شهر ما استلم قاعد وموته من البرد. واليوم احبرت كل اهل النظام السوري 40 تريلة 10 تريلات قاعد ابيض مع حصه المواطنين. واحبرت كلها عن طريق تركيا، رددوها من ربيعه واحبرت هي من تجل سوريا ورجعوها وعبروها من طريق تركيا. الله يشهد على الثانيه 40 تريلة 10 نفط. واليوم شهرين ما ضاق وشح الطحين ولا قاد، وكنا ميتين حزبنا هذا الزلزال صار علينا. نعم. بس انت شت حاجتي اذا صارت تسريب البيوت، العصايب دمرتنا. استاذي مو قاعد ناشدكم، استاذي ما قاعد ناشدكم احنا، العصايب ورتنا ور القاد هم هذا علي هذا مصطفى هذا السوداني هذا قليل الحياه ما يستحي هذا لو يستحي عنده شرف وقيله هو سجل ما يقدر يصلوا. هذا رئيس وزراء قيد دولة حكم الدوم الكبر يقعد على الكرسي منه على ابوه ما جابه من جابه علينا هذا ما جعل اسمع الحكي هذا يعني لو حد سجن يرددون البارحة من السجن ويرجع سلك على المطار ويرجع على ما حد يرطبها وإذا ما ندل اليوم 5 سنين. يعني بالموصل أنتوا محمود أنتوا بالموصل نعم محتاجين يعني نفط للتدفئة ووقود، وتقول بأنه تريلات راحن إلى سوريا للنظام السوري. هذه عيني من الحياة العربي شفتها. نعم هذه أكلها دود ولدي ما دلهم وين. والله العظيم الأزمة صار لها شقد بالموصل هاي أزمة الوقود محمود؟ صار شهرين كل كانت على الحطب قاعده تتحمل. شنو اسبابها؟ قالوا ناشدوا المحافظ قالوا انت اللي كبت التوقيع. شنو اسباب هاي الازمه محمود؟ شنو اسباب هاي الازمه؟ صار شهرين ماكو وقود بالموصل، شنو الاسباب؟ اسباب كلها تخضع على الشمال عن طريق تركيا وترجع على ايران. كلها مستولى عليها العصايب والاحزاب.
نعم. شلون مستولي نفسه يوميا اخذ اربعه خمسه. نعم. أنا أشكرك محمود من موصل، كان معنا اتصال علاء من بغداد، تفضل أخي علاء. علاء السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. شلونك؟ الله يسلمك، تفضل. أنا عندي مناشدة إلى سيادة الوزير الداخلية المحترم. نعم. أنا والدي عقيد بالشرطة. نعم. وقدم شكوى عن طريق مكتب الوزير، ما وصلت شكوى لحد الآن. نعم، يعني ما زال والدك أي. بالمنصب لو متقاعد؟ اي ما زال بالمنصب لا بالمنصب، ما زال بالمنصب. تمام. شنو فحوى الشكوى؟ والدي. اي نعم، الشكوى انه ابوي ما يعني شلون تقول والده ما قبل بالفساد اللي يحصل بالدائرة مالته. نعم. بتعرض لضغوطات ومضايقات، تعال انه يعني شلون تعال اريد فضائيين، اريد فلوس، اريد شيء هالشيء. نعم. فما رضى، فقدم شكوته ومناشدته للوزير. نعم. هاعني. نعم. ايه، فقبل لا يوصل الوزير وشكوته توصل الوزير اتهموا اتهام باطل وهو بريء من عنده وسجنوه. كله افتراء عليه. شنو التهمة كانت اللي لفقوها عليه؟ التهمة كانت انه منتسب منغول على الاساس، من منغول قايل اراد من عند العقيد انه فلوس وما انطيته ونغني. نعم. والثاني قايل، الثاني يقول فلاني كم شو اسمه كملت بعض شغلات للعقيد وما انطاني فلوس. نعم. يعني هذا كله كذب، وهو هذول اللي شهدهم عليه قبل فتره قليل له من طول نقدتنا وبشهود يعني قاعدين. نعم. قالوا لا والله يمكن نحلف عليك كلام الله باطل وانكسرت. بعدين شنو اللي صار؟ بعدين اللي صار ابو قدم شكوى للوزير عن طريق مكتب شكاوى الوزير. تمام. حاليا والدك بالسجن لو لا؟ لا بالسجن. بالسجن، حكم القاضي شيء يعني مثلا؟ لو لو بس بعد موقوف حكمه 6 أشهر. لا حكمه 6 أشهر. 6 أشهر. نعم. كل افتراء باطل، وأبوي من راد يشتكي قدم شكوى الوزير على كل يعني من مدير شرطة كهرباء الغيره. نعم. كلهم عنا صار ضده لكود الميبوب، يردون من عنده ياخذ يعني شلون فضائيين وهذا وينطيهم، فوالدي ما يقبل بهذا الشيء. نعم. ما حاولتوا توكلون محامي تستأنفون القضية؟ والله ما لحقنا، يعني هي انه يعني شقت انه جز عليه، حضرت امام القاضي ومن اول جزء حكمت 6 أشهر. نعم. زين، انت قدرت توصل الى وزارة الداخلية، الى وزير الداخلية لو لا؟ والله لحد الان الناشد يعني اعرف احنا البارحة الناشد عن طريق الصفات وعن طريق مكتبه. نعم. يعني حتى قام مدير شرطة الكهرباء قام علينا دعوة لكوتنا ناشدنا الوزير. نعم. قام علينا دعوة وحضور أمام القاضي خلال 72 ساعة. حاليا قدم الشكوى. اي لأن قدم الشكوى. من ناشدت أنا للوزير ما بيها شيء، يعني اليوم أنت تناشد عن الظلم. نعم. وللوزير ما بيها شيء هاي. نعم. إيه. أن المفترض أنه يسمعكم. لا يا ابوي احنا نريد ان صوتنا يصل للوزير وينكشف على كل الحقائق اللي جاي تحصل، وعلى كل الضغوطات اللي جاي تحصل، وعلى اللي يصير في مديريه شرطه الكهرباء. زين، تقدر تسمي اسم يعني والدك والاشخاص اللي متورطين بزجه بالسجن لو لا؟ اي يعني اخذ حتى قامت الشيوخ تهدده. نعم. من اشتكى على مدير شرطة كهرباء حتى الشيوخ هددته. نعم. وبحضور شهود. والدي اسمه والد عقيد شبران عباس مجبد. نعم. يداوم ببغداد بالعاصمة؟ ايه. لو بغير مكان؟ اي يداوم ببغداد شرطة. نعم. الكهرباء. نعم. ايه. الله المعين، نسأل الله أن يفرج. ايه يعني إذا عندك شيء يضيفه على اليوم. نعم. انت اليوم لو ترضى تساعدني بالفساد والظلم لو اكثرك. نعم، مع الاسف.
يعني هو اللي يعني شلون يقول صدق لو قال من الفقير الى الله في هذا الوقت. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يعني انت اليوم لو ترضى تصير وياي على 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 الحرام والبطل والفساد، لو انا اليوم اكسرك وين بعد واحد يروح؟ نعم. ان شاء الله مناشدتك ورسالتك توصل. اي على قول. انا اتمنى سياده الوزير عبد الامير الشمري المحترم ما يرضى بالظلم، واحنا جايين نشوفه، واتمنى صوتي يوصل على كافه التفاصيل. نعم ان شاء الله. اتمنى يطلع على كافه التفاصيل ويطلع على الموضوع، لان جاي يصير ظلم الله ما يرضى به. الله يعينكم. أنا أشكرك علاء من بغداد، كان معنا وتحدث عن قصة والده العقيد في شرطة الكهرباء وكيف تم تلفيق له تهمة وزجه بالسجن. دعونا نذهب إلى موضوع آخر أعزائي المشاهدين، حيث نظم عمال شركة تعليب كربلاء للمواد الغذائية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، معربين عن رفضهم لما قامت به مجموعات مسلحة من عناصر العتبة الحسينية كما قالوا، من طرد العمال وغلق أبواب الشركة ووقف خطوط الإنتاج فيها، بما يهدد أرزاق كثير من المواطنين العاملين في الشركة. دعونا نتابع جانبا من هذه الوقفة الاحتجاجية. متوقف أو متواجد أمام مصنع تعليب كربلاء، ما راح أقول منه مصنع تعليب كربلاء أو أعطي نبذة تعريفية لهذا المصنع. أنا قبل تقريبا 3 أشهر اشتغلت تقرير على مدى الموضوع، تعرفون الحملة اللي صارت دعم المنتج الوطني ورفع مستوى الصناعة بالعراق، ولكن هذا المصنع اللي عمره عشرات السنين 1958 تذكرون من كانت تطلع الإعلانات إنه مصانع تعليب كربلاء، هذا الموضوع انه اليوم بقصد او غير قصد، بقوه او مو بقوه، شو تسموها، انه هذا المصنع اثناء ما كان يعمل ودي يطلع انتاج والخطوط الانتاج مستمره، طبوا قوه اللي هي من العتبه ودخلوا لي جوا، طلعوا العمال برا طردوهم، وقفوا خطوط الانتاج، والان اكو انتاج جوا معرض للتلف. أول شيء ما صار هاي الظاهرة أنه معمل تابع للحكومة تابع للدولة أنه يتم إيقافه بدون أنه إنذارات، وبالتالي أنه هاي الكل يعرف أنه الموضوع القطاع المختلط ووزارة الصناعة ودعم الصناعة الوطنية. حج يحكي لي شنو الموضوع باختصار؟ أنا حكيت صح خطأ؟ لا صحيح. طردوكم ما طردوكم؟ نعم. اجوا لينا للاقسام قالوا اقفل راس القفله، دقوا لحيم لحموا مسلحين. نعم مسلحين. اي يعني مدى لابسين شو؟ لا عسكري. لابسين زي مالهم مال حفظ النظام مال العتبه. مال العتبه. واكو شرطه وياهم. تمام. اللي طفوا خط الانتاج وشنو صار؟ طفوا الخطوط كلها وعندنا مواد تنفذ. طفوا واطلع. تحكي وياي لا تحكي. طفوا واطلع. عندنا دبس من ما نزل بالعلب وها كله تلف هسه تلف. انا قلت تلف. زين هذا المعمل متى كان يصدر؟ هاي يصدر امريكا، بريطانيا، فرنسا. يصدرون حد شو صدر؟ دبس، صاص، خال، مربيات، مربى الرقي، مربى المشمش. يعني المعمل كان مشتغل ما متوقف. ما متوقف نهائيا. لقطات أخرى من مناشدة العاملين في معمل تعليب كربلاء، هذا المعمل الذي يعود تأسيسه إلى منتصف القرن الماضي خلال وقفتهم الاحتجاجية الرافضة لغلق المعمل من قبل عناصر العتبة الحسينية. دعونا نتابع معا هذه المناشدات. مصانع تعليب كربلاء، وقفة احتجاجية من قبل المنتسبين والعمال بالمعمل بعد ما دخلت عليهم قوة البارحة، قوة عسكرية طلعتهم بقوة السلاح وطلعتهم وطردتهم خارج المعمل. ذول العمال بيهم اللي خدمته 30 و40 و50 و20 سنة. أنا 1970 متعين. المعمل وللأسف كل الدول تدعم الصناعات والمنتوج المحلي، وبالعكس المكانات الفارغة تسويها مصنع ومعمل. للأسف اليوم بسبب نفوذ بعض الجهات الدينية يوم يحولوننا مكبس التمور إلى جامعة أهلية،
ويوم يسدون مصانع تعليم كربلاء ويريدون يحولوها إلى أقسام داخلية إلى هذه الجامعة أو إلى أشياء استثمارية أخرى ويقطعون رزق ذول العوائل. اليوم العمال وقفة احتجاجية عندهم أمام المعمل، عندهم مطالبات والحديث لهم. شنو مطالبكم اللي تردوها؟ مطالب فرص أعمال، يعني العتبة من تأخذ المعمل من عندنا شركة تعليق كربلاء، هاي مكان ضالة الصحراء تأخذ مكانات، هاي الصحراء تأخذ هناك، مو إحنا بدل ما هذول البطالة عطالة ضالين كثرت، يعني من فلشوا المصانع كثرة البطالة عن الشوارع العام. يعني تريدون إعادة التعليق بدل ما يزودون علينا يدعمون التعليق كربلاء، يدعموه بأجهزة حديثة كل قوته، يعني المعمل الدبس يشتغل بحطردونا ليه. الدليل على ذلك طبوا على اليوتيوب شوفوا الدبس وين صاير بأمريكا بكندا باستراليا، ويقول لك من أغلى العالم الإنتاجية وصل إنتاج تعليق كربلاء، يعني المعمل لو متوقف يعني هذا مصير المنتج الوطني حالنا حال باقي الناس، يحجون بدعم الإنتاج الوطني بس فعل ماكو، مجرد يعني شعارات وكلام غير عادة الاقتصاد العراقي تطبيق وتنفيذ، وهذا احنا مصيرنا الان امامكم. ما يصير المعمل حطوا مصيرنا شنو على مود اجيب مجمع سكني؟ هو هذا الحال؟ هو هذا احياء الاقتصاد العراقي؟ جاس احنا دوله قريه ناحيه من هاي الدول تبني معامل وتعي اقتصاده، احنا نسد المعامل ومجمع سكني دمروا، واحنا لا بيوت عندنا، دمروا المنشآت الحيوية، دمروا المعامل. ما يصير يعني شنو النتيجة؟ شنو اخوان شوفوا لنا حال احنا المصريين تحت عائلة عند سبع نفرات ايش ياكلون؟ انا لا قاعد يوم يجوعون يوم، انا قاعد فترة طويلة كلها راح تموت من الجوع، وين تالينا؟ وين مصيرنا؟ احنا على يا جهة المن ويا من؟ المن نشتكي؟ هل اللي يسمع صوتنا يرد علينا يعطينا مصيرنا وين؟ وفرنا فرصة عمل. تفاعل عراقيون كثر مع مناشدات عمال معمل تعليب كربلاء، ومنهم من علق وقال على فيسبوك عماد يقول أحزابنا المتسلطة لا تدعم الصناعة والخدمة العامة للمجتمع بل تدعم المنفعة الخاصة والاستثمارات التي تجني لهم فقط الأرباح والأموال الطائلة. أما علي فيقول عجيب والله، موقع استراتيجي ومصنع كان فخرا للصناعات العراقية، كنا نأمل أن يتطور ليصبح صرحا صناعيا، لكن يبدو بأننا نسير عكس الاتجاه الصحيح. هذا المصنع الذي عمره الصناعي قرابة 100 عام سيصبح رمادا ويتحول إلى أقسام داخلية كي نبقى نستجدي من الدول. يقول أين الشرفاء؟ أين القضاء؟ أين النزاهة؟ أين العقلاء؟ رعد علي اليسري يقول الله لا يوفق كل من هدم هذا البلد، أين تذهب هؤلاء الكسبة الذين في أعناقهم عوائل وبيوت وأمراض ولديهم أولاد تدرس وبأمس الحاجة إلى العمل كي يعيشوا، علما بأن جميع الحكومات تدعم الصناعات واليد العاملة، أما في العراق عكس ذلك، حسبي الله ونعم الوكيل. ناطق يقول والله عجيب، بلد يغلق مصنع منتج ويروح يشتري من إيران الإنتاج. معنا اتصال علي من البصرة، ارحب بك علي، تفضل علي. علي من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك استاذي. أسألك سؤال، تفضل. الحشد اللي قاعد يسويه بسوريا، يعني هذه مو قضية إنسانية؟ زين انتم مو مسلمين؟ لا لا على كيفك، على كيفك، لا لا على كيفك، على كيفك، على كيفك. تفضل. هل احنا حكينا على موضوع المساعدات؟ اي طبعا. لا ما حكينا، ما حكينا علي، ما حكينا. المقطع الاول اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي يا اخي، اسمح لي، خلينا اكمل، خلينا اكمل. المقطع الأول متداول على منصات التواصل الاجتماعي، على القنوات العراقية والعربية والعالمية. أبو فدك شخصية رئيس أركان الحشد راح إلى سوريا والتقى ببشار الأسد، تمام؟ هذا اللي عرضناه، هذا اللي عرضناه، ما جبنا موضوع مساعدات الرجل على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. مو أنا خليته، هم خلوه، شو العلاقة أني؟ شلنا علاقة؟ احنا ننقل اخي علي، خليك شوية حبيب. خلي مستواك شوية يرتفع، احنا هنا قناة ننقل ما موجود، احنا ما سوينا المقطع منتجنا، هو موجود وجبناه، وجبنا ما قال الناس لا اكثر ولا اقل. ابو فدك رايح ملتقي بشار الاسد، بس اسمح لي،
التقى بشار الأسد، بشار الأسد كتل مئات الآلاف من شعبه، تمام؟ منبوذ عالميا. لا لا ما كتل، ما كتل ناس أبرياء، ما كتل ناس أبرياء يا أخي. يا أخي شنو ما قتل ناس أبرياء؟ أنت قاعد هناك بكيفك يعني؟ صار له 12 سنة، منو قال؟ أنت منو؟ أنت قاضي؟ هل أنت نبي حتى تحكم هذا؟ هذا بريء وهذا مو بريء؟ ما يصير هذا استهزاء بدماء الناس، لا أرجوك هاي لغتك الطائفية غير مقبولة، حرام عليك، اتق الله، اتق الله، لا خلاص، خلاص اتق الله، كيفك أنت؟ مو أبرياء. هذا البعث بعث سوريا مسلمين حبيبي. ها مو كفار حبيبي. وبعث العراق كفرتوه ذبحتوا الناس باسم البعث، عيب، واستحوا شويه، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، كافي عاد، عيب عليكم، كيف كيفكم انتم تفوتون للجنه بكيفكم وتفوتون للنار بكيفكم؟ على راحتك انت، على راحتك اخي، شنو هو بشر يخطئ ويصيب، لا خلاص انتهت، انتهت، ما دام انت تدافع عن مجرم خلاص مع السلامه، اقطع، مع السلامه، مع السلامه، ما دام تدافع انت عن مجرم وقاتل ما مسموح لك انه انت، يعني انت هنا، انت هنا يعني تبرر قتل مئات الالاف من الابرياء، تقول مو ابرياء، منو انت حتى تحدد ذول ابرياء ومو ابرياء؟ الامم المتحده قالت ابرياء، العالم كله قالوا ابرياء، آلاف طلعوا ملايين من سوريا هجروا بلدهم، أنت جاي حضرتك قاعد بالعراق تفرزن، هذا يفوت للجنة وهذا يفوت للنار، منو أنت؟ من أنت حتى تبرر للحشد وغير الحشد اللي أساءوا إلى العراق؟ يعني هاي الدماء اللي راحت، إحنا ما نتكلم على العناصر اللي موجودة بالحشد، إحنا نتكلم على أفراد، أفراد يتسترون بهذا العنوان وينفذون أجندات إيران وغير إيران، ما يصير يا أخي، حرام عليك، أنت قاعد لي بالبصرة، مع احترامنا واعتزازنا بأهل البصرة، أنت مثل أهل البصرة جاي والله أنت تقول ذولا مو أبرياء، منو أنت حتى تقرر؟ منو أنت حتى تقرر؟ يعني البعث بسوريا حلال والبعث بالعراق حرام، شنو؟ ما يصير يا أخي، اتقوا الله، وعيب عليكم، الناس في كارثة وفي أزمة صار لهم 12 سنة، وبالعراق احنا صار لنا ندفع الثمن، صار لنا عشرات السنوات، شنو هالحكي هذا؟ قاعد لي انت تقول والله ذولا مو أبرياء؟ أبو سمية من الأنبار، تفضل. التهجم على الناس وعلى دماء المسلمين وعلى دماء الأبرياء بغض النظر عن دينهم غير مقبول، ما يجوز هذا الشيء، ما يجوز أبدا. أبو سمية ورحب بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ولو أنكم تجاوزتم الفقرة، نعم، انتقلتم إلى فقرة أخرى، لكني هو دخلنا في موضوع، دخلنا في موضوع إحنا ما تطرقنا، إحنا عرضنا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بأنه أبو فدك راح إلى سوريا والتقى بشار الأسد، وما شاء الله كلها تضحك، ولا عبالك أكو زلزال ولا ناس ماتت، يضحكون متعودين ما شاء الله الجماعة على الدماء، ما يهمهم. تفضل أبو سمية. نعم سيد الكريم، أبو فدك ما دفعك لزيارة حلب إلا نفسك الطائفي، وما دفعتك الإنسانية، الإنسانية مفقودة عندكم. هاي الناس الحين العراقيين شو ما حد زارهم، لا تتكلم، صار لهم سبع سنوات، ثمان سنوات، عن إنسانية قد فقدتموها وشهد لكم العالم. أخي الكريم، أولا الازدواجية في التعامل مع نظام البعث كما أسلفت وكما ذكرت، نعم، البعث في سوريا حكمه بشكل وفي العراق حكمه شكل آخر، لكن البعث في سوريا عندما اصطف مع مشروعهم الطائفي صفقوا له وطبلوا له ونصروه والكلام يطول. أما كلامك يا أبا فدك عن حرائر سوريا، فإن حرائر سوريا وأخص حلب وحمصة بشكل خاص التي آوتني لسنتين، نعم، حرائر سوريا أعلى شأنا من أن تأتي أنت لكي تستر عليهن ولكي تتخير ما شئت. إذا كان عقلك قد تسرب إليه عفونة إيران وتسريباتها التي جعلت من الحرائر نساء رخيصات، أقول لك فإن نساء الشام لم تصل إليهم هذه العفونة، والأيام دول، نعم، وسيأتي يوم يا أبا فدك تأتيك بنات الشام وتحلق شاربك بأحذيتهن، وشكرا لكم. أبو سمية من الأنبار كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
ما هي العواقب الاقتصادية والمالية التي يحذر منها الاقتصاديون بسبب التلاعب بسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار؟ وهل فعلا أن التحسن الحالي في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار هو تحسن مؤقت وهش كما تقول وكالة فرانس بريس؟ وهل تستطيع حكومة السودان البدء فعلا بتدابير تنظيمية أكثر صرامة ومزيدا من الشفافية لمعالجة غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد، ونذهب إلى الملف الصحي في العراق، حيث تحدث ناشط من محافظة البصرة عن معاناة أهالي البصرة بسبب تدهور القطاع الصحي في المحافظة، حيث البصرة تعاني من تلوث انبعاثات مصافي النفط بالوقت الذي تفتقر فيه إلى أدنى الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، كذلك غياب المستشفيات المخصصة لأمراض الكلى والزراعة والغسل. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. قيلون يا محافظ البصرة، يا مدير عام صحة البصرة، أهل البصرة سمعوني، ترى تموتون موت بطيء. السيد مدير عام صحة البصرة هنا عدي السراي أبو حسن ممثل عن الفشل الكلوي، كل ثنين جاي يجيب علاجات منا ومنا من المتبرعين وجاي يوزعها على المصابين بالكلى. عدي يرد حاورك، إيش قد نسبة موفرة دائرة صحة البصرة لعلاجات المرضى المصابين بالفشل الكلوي بسبب مستخرجات النفطية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة تنقسم إلى ثلاث أقسام هي مرضى الكلى، اللي هو تناظر الكلى والغسيل الكلوي والزرع الكلى. نعم. بالمستشفيات العامة وما يخفى الأمر، أستاذ دكتور عباس التميمي ناشدت أكثر من مرة، يعني تقريبا إذا أقول لك 20% إلى 30% المتوفر حاليا، العلاج متوفر بنسبة 20% بالزايد 30%. نعم. النسبة البقية بقى 90% أو 50%، شلون جاي تدبرون هيك؟ قاعد ندبرها من خلال المناشدات، من خلال الناس الخيرة، من خلال المسؤولين، توفير العلاجات، هذا الألبومين، البوغراف، السانديمين، طبعا نعتمد على شركات. العلاجات هاي ما متوفرة جد حتى. اي 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 والريد شركات تكون رصينة، يعني انا مو زارع كلى واهلي ذابين دم قلبهم علي وتاليتها علاج فاشل من غير لا سيطرة نوعية لا مركزية لا كذا، انه بس عندهم ضعفات. احنا ما موفرين علاج لا الفشل الكلوي ولا الامراض السرطانية، هاي انتهينا من عندها، جاي توفر العلاجات للامراض السرطانيه والكلى، خلينا نعطيهم مو 30% يا ابا، خلينا نقول 50% لكم، هاي من عندي انا هديه. بالتالي الفشل الكلوي بالاقضيه والنواحي بصوره عامه، المدينه، الدير، الفاو، ما يوجد ولا مركز، لا يوجد اجهزه للدياليز والغسيل الكلى بجميع الاقضيه والنواحي ما عدا مركز البصره اللي هو مستشفى صدر التعليمي ومستشفى العام. هذا وين يلحق؟ وبي قلة الأجهزة وقاعد يصير عليه اللود وصير. أريد أغسل، أريد أغسل كله، إيش قد أطول؟ احتمال أطول يوم أو يومين. أطول يوم أو يومين يلا يوصل للسرعة. في حال ما غسل شنو يصير يعني؟ المضاعفات متين من عندها يعني. مضاعفات وراء المضاعفات. السبب الوفاة. لا قرنة لا مدينة لا فا ولا سفان لا مقصر. أنت لا غلط قل لي. الكل الأغلي والنواحي ما عندنا مركز لغسل الكلى والزراعة، وحتى ببابيهم الزبير اللي الجواكل نفط. بالتالي احنا محافظة منتجة للبترول والنفط، ترى من ناشدكم احنا ما انتم ما متفضلين علينا، هذا واجبكم في حال انتم مو اصحاب مسؤولية ولا قرار، عليكم ان تستقيلون. حقيقة واقع مؤلم. نذهب الى يعني مقطع مصور اخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يبين حال مستشفى الكرامة في محافظة واسط، حيث يظهر المقطع تراكم النفايات نتيجة غياب المتابعة من قبل المسؤولين عن نظافة المستشفى، فنتابع هذه اللقطات. الله يقبلها يا محمد، هاي الزبالة بداخل مستشفى الكرامة، يعني هاي وضعية، هاي تفضل شوف الوضعية مال مستشفى الكرامة، حتى الله ما يرضى بيها،
هاك تفضل، هاي مستشفى، هاي هاي داخل مستشفى الكرامة، هاي ها اها تشوفون بعينكم، هاي تفضل. نبقى مع الواقع الصحي في العراق، حيث تحدث مواطن عن تعاون بعض الأطباء كما قال مع سماسرة لجلب المرضى لهم في شارع الأطباء بمحافظة بابل. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن حول هذا الموضوع. اكو بعض الأطباء جاي يطول لسه ما سر فلوس حتى يجيبونهم ناس مرضى، يعني اكو أطباء تطيل المريض 25 وتطيل 30 وحتى ل 40 توصل، حتى توصل الناس الفقراء. وذول السماسرة شو يسوون؟ من يجي المواطن الفقير يسأل على الدكتور يخربون واسع، او ما هو او هذا الدكتور مسافر او غير الدكتور، هو ما يودي لوجه الله، لا يوديه مقابيل ثمن، بس العتب مو عليه. احنا نعتب على الاطباء اللي هو دارس وشهادته ويطي. زين انت من جات تشتري ارواح الناس بفلوسك، شنو انت من الشهاده هاي عندك؟ مين ماخذ هاي الشهاده؟ بس احنا اغلب الاطباء كذا كذا زين جاي يسوون هيك، يعني هذا شارع اطباء خلي... يعني افهم من هذا حديثك انه المشكله مو بالسمسير، المشكله بالطبيب؟ المشكله طبعا بالطبيب، هو طيب لو ما يطي ما حد يجيب له. زين هسه هذا الشارع مع احتراماتي بي سماسره قد ما كان، بس يجي يسأل يا بسلام عليكم من هذا الدكتور؟ هذا الدكتور ما هو؟ هذا مسافر، يمكن يوديك لغيره، انت ما يوديك لوجه الله، لا يعطيك مقابل فلوس ال 25 وال 30 وال 50 توصل لل 100، حتى ال 100 جاي يطون، زين؟ وكلها معروفه هنا. زين زين هذا الحديث مالتكم هسه اللي قاعد تتحدث انت، ما موصلت جهات رقابيه، جهات امنيه، جهات بالصحه ما تعرف بهذا الموضوع؟ والله كلهم يدرون. يدرون ليش السكوت عن هذا الموضوع؟ والله ما اعرف صراحه. يدرون من اللي يدفع الثمن بهذا الموضوع؟ طبعا المواطن الفقير. اطلب من دار الصحه بابي يسوي باجات بخص اللي يشتغلون من الدكاتره حتى نحمر واحنا، لان تصير هي الضارسه بالامن الوطني، يردون يشيلون المجتمعين بهم عمد يبيعون المرضى ومن هاي الامور. نعم. فاحنا نريد من دار الصحه بابي يسوي لنا باجات خصنا يعني اللي يشتغلون من الدكاتره حتى نحمي نفسنا. طبعا دور الرقابي الحكومي وخاصة وزارة الصحة التي يقع عليها هذا الدور، ومن تفاعل العراقيين حول هذا الموضوع نقرأ بعض التعليقات على فيسبوك. منهم من علق وقال كالعراقي حسين قال: ضعف الجهات الحكومية ذات العلاقة أدت إلى هذا الحال، صار يومين أراجع المراكز الصحية منها مركز صحي قرب التربية ومركز صحي الشاوي ومركز الطبي التخصصي ومركز التخصصي الثاني عمود حشوة عادية، صار شهر ماكو بنج، وبعد توفر البنج كل مركز عنده نقص من حشوات الأسنان والأجهزة. علي سلطان يقول: هو كانونا ماكو كل المستشفيات إنه بتريد بنج. أما ضياء شاكر فيقول: أغلب المستشفيات الحكومية لم تؤدي واجبها بصورة صحيحة، والسبب عدم وجود رقابة. يقول زكريا يقول: حال كل المستشفيات. عزيزي قبل فترة نشرت على مستشفى النور ما بها كانونة وجهاز إعطاء للأطفال. مواطن من البصرة تساءل عن ما حل بمشروع المساحات الخضراء في شارع الأندلس، ولماذا كل هذا التأخير والتوقف، حيث كان من المفترض إكماله بعد انتهاء المدة المخصصة للمشروع واكتفاء الشركة المنفذة بالوعود الزائفة كما قال. دعونا نتابع هذا المقطع ضمن المشاريع المتلكئة والخدمات في العراق. نعم السيد المحافظ البصرة أسعد العيداني والأستاذ حازم الدراجي مدير شركة نرجس، طبعا هم 31/3/2022 عنوا على هذا المشروع مدة 180 يوم. جاء يوم 2/4/2022 وقف هنا الأستاذ حاتم الدراجي وقال مدة العمل 180 يوم يعني 6 أشهر. هسه احنا مناسبة مرور أكثر من 300 يوم على بداية المشروع، فحبيت أنا أشكر الأستاذ أسعد العيداني والأستاذ حاتم الدراجي وأقول لهم مشكورين على هذا المجهود وهذا العمل اللي أديتوه، وشكرا جزيلا. ومن خلال متابعتي لأعمال النرد نبقى في البصرة، حيث انتقد مواطنون هناك انتقدوا أداء الشركة المنفذة لمشروع البناء التحتية في قضاء القرنة وسط غياب المتابعة كما قالوا من قبل الجهات المعنية. فلنتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاملين من نحكي ما ادري يعني مجاري مال قرنة تايهه شركه تايهه ما حد بيها هذا امس اشتغل مسافه عن هذا البوري مترين امس اشتغلوا هنا طق البوري نفسه حفروا اليوم كسروا البوري نفسه وهذا البوري خلته الشركه قبل شهر هم كسروا شغل بدون مراقبه لا جهه مستفيده لا دائره ماء القرنه لا رئيس وحده اداريه يتابع عم صحيح صادق بالوكاله بس تعال عمي هم ذمه هاي شوف العمل شوف الشغل حاسبوا الناس يعني اريد مهندس مقيم ما جهه مستفيده ماكو لا بلديه لا دائره مجاري يشتغلون عمال ما يعرفون اي شغل. وفي سياق الخدمات المترديه شكا مواطن عراقي من محافظه المثنى جنوب العراق مما سماها كارثه تبليط مشروع حي الكاظم في قضاء الخضر. دعونا نتابع. هذه دعوه الى هيئه النزاهه والى اعضاء مجلس النواب الموجودين بمحافظه المثنى بس انتم ضمير هذا الشغل يعني هذا الشغل مصروف عليه اكثر من 16 مليار هذا التبليط يعني عباره عن حصن هذا مشروع مجاري حي الكاظم منو يقبل هاي المليارات اللي انصفت على هذا الحصن ليش عمي جاي تشتغلون انتم ويا عميان تاكلون ويا عميان شنو الفيلم يعني ليش ما حد يشتغل بنزاهه زين انت ماخذ فلوسه ليش هذا حصن ليش هاي الشوارع زين هاي الشوارع على هذا الحصن تبقى لها شهر تبقى لها بعد هذا سنتين يعني هذا مشروع لهاي المنطقه بعد ما يجيهم على الاقل 10 سنوات او 15 سنه ما راح يجيهم مشروع. تعال شوف هذا الشارع عباره عن شوف التفطر هذا البارحه اشتغلوا شوف شلون مفطر يعني هذا شارع البارحه اشتغلوا زين هذا الجمهور العراقي على فيسبوك حول المشاريع والخدمات في المحافظات العراقيه. ناطق الخفاج يقول خوش شغل 3 سنوات وماكو مشروع يقول هذا كارثه. غيد علي يقول كارثه والله اهمال وفساد. عبد الله يقول مهزل او عبد الكريم يقول مهزله بكل المقاييس. محمد الغزال يقول هو كله فساد صندوق الاعمار. دعونا نذهب الى الهاشتاج حيث اطلق عراقيون واسم المحتوى الهابط. فأثارت حملة الاعتقالات تحت عنوان المحتوى الهابط الذي يقوم البعض من العراقيين ببثه على منصات التواصل الاجتماعي وهو أمر يخالف العادات والتقاليد العراقية، أثارت هذه الحملة جملة من التساؤلات من قبل العراقيين حول تطبيق هذا القانون، منها هل سوف يقتصر بالفعل على من ينشرون المحتوى الهابط كما يشار أم أنه سوف يتخذ من قبل الحكومة والميليشيات كوسيلة لقمع وتكميم الأفواه لكل من يخالف أحزاب السلطة ويكشف الفاسدين بذريعة القانون. كما تساءل عراقيون لماذا ينفذ هذا القانون بسرعة بينما يسرح ويمرح الفاسدون والقتلة في البلد. وتحت واسم المحتوى الهابط طالب مواردون عراقيون على تويتر بتوضيح معايير هذا المحتوى أو هذا المفهوم. إياد الدليمي الصحفي العراقي يقول تعلن حكومة بغداد عن حملة لمكافحة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تعرف أو تحدد ماهية هذا المصطلح الذي بقي سائبا بلا حدود. كان الأولى بداية أن يتم تشكيل فريق مختص من الكفاءات الوطنية لوضع تعريف وتحديد المحتوى الهابط قبل أن تقوم الحكومة بحملتها الإعلامية. نور تقول ما هي معايير تحديد مفهوم المحتوى الهابط؟ تتساءل هل سنشاهد بعض السياسيين ومطالبهم الذين يتحدثون بالطائفية والألفاظ البذيئة خلف القضبان؟ وما هو الضامن لعدم تحويل الموضوع إلى أداة ابتزاز وتصفية حسابات؟ علي يقول راح يرجع قمع حرية التعبير من باب المحتوى الهابط، كله خطط مدروسة أو كلها خطط مدروسة. المحتوى الهابط كان بدعم من الأحزاب والميليشيات ليجعل منه قانون لقمع حرية التعبير عن الرأي وهذا ما حدث. يوسف سيرجو هو الآخر غرد وقال النظام الدكتاتوري يطرق الأبواب وبتأييد شعبي وسوف يتحول الاعتقال من أصحاب المحتوى الهابط إلى الناشطين الذين ينتقدون مؤسسات الدولة، حينها لا ينفع الندم وآخرها اعتقال عامل بناء عبود سكيبة كما يسمى بحجة المحتوى. يا ريت هاي الحملة تشمل سراق المال العام.
إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.